أجواء ليست غريبة على المدربين كما هو الحال بين الفريقين. أجواء جميلة بدأت بها المباراة، شاهدنا هذه المصافحة ما بين لاعبي الفريقين، وبالتالي نأمل أن نشاهد مباراة تليق بمستوى الفريقين. المباراة بدأت الآن، تلعب الكرة من جويني إلى بورجيجا. بورجيجا الذي سيكون حاضرا في تشكيلة المنتخب الآن. الكرة أهلاوية الآن في داخل منطقة الجزاء، تضغط هي الكرة لكن ضاعت الكرة الماضية من أمام أكرم الزوي. في تصور أكرم لم يتوقع أن تصل إليه الكرة. إعادة للقطة، تقدم من جانب فاضل، لعب الكرة التي علت المرمى بمبدأ السلامة. المكسي لم يشأ أن يحتك بفاضل وخشية أن تكون هناك ركلة جزاء. روما يلعب الكرة مع صعود لوسيانو، خطر الكرة ولكن حضور طيب لمراد لوحيشي. كادت الكرة أن تكون خطرة بالفعل. بلعم عالية، كرة بلعم داخل منطقة الجزاء، خطر الكرة ولكن ضاعت على جويني. إعادة للقطة، جويني اللي جاء من الخلف ولكن لم يصل للكرة بالشكل المثالي. حويلات يلعب الكرة بشكل ممتاز تجاه لوسيانو، فرصة عكس الكرة الآن، خطر الكرة، تهيأت الكرة والتصويب، ضاعت بشكل غريب على فريق النصر. من جانب روما لزليتني أراد البحث عن الزاوية البعيدة لكن الكرة كانت بعيدة عن المرمى. جويني يلعب الكرة جاب بكر عقيل الآن، فرصة لعب الكرة العرضية، خطر الكرة ولكن تدخل ممتاز من جانب التوامي. همام يلعب الكرة العرضية ولكن سهلة وحضور ممتاز من جانب جواد رزق. يعكس الكرة في جهة اليمنى تجاه المكسي هي الكرة، يروم يسدد ولكن ضاعت، تبقى الكرة خطر صراحة فريق النصر عند المكسي من جديد. المكسي أكثر من لاعب عليه، محاولة لعب الكرة العرضية، يلعب الكرة العرضية ولكنها سهلة. مراد إعادة للقطة، التصويبة كانت مباشرة ولكن تدخل باستماتة من جانب علي يوسف. إعادة للقطة، تلعب الكرة الآن داخل منطقة الجزاء، خطر الكرة، تتهيأ داخل منطقة، تلعب الكرة، خطر الكرة وتتحول لتصبح رمية تماس. فرصة ضاعت على فريق النصر. حضور طيب لمراد الوحيشي في الكرة الماضية. مراد الوحيشي عاد للقطة، هذه هي الكرة، مرت الكرة والتصويبة من جانب مالك بن حمد. بورجيجا لعب الكرة تجاه جويني، يرفع الكرة، خطر الكرة ضاعت على فريق الأهلي، ضاعت بجانب أكرم الزوي. الرأسية التي جانبت المرمى. يعاد للقطة، كان في وضعية تسمح له بأن يلعب الكرة كيف ما شاء، كان خالي من الرقابة تماما ولعب الكرة الرأسية التي جانبت المرمى. فرصة تضيع على فريق الأهلي، هذه عادة للقطة من زاوية أخرى. أحويلات فرصة لعب الكرة العرضية، أحويلات يلعب الكرة العرضية، خطر الكرة تعود من علي يوسف، تبقى لصالح فريق النصر عند ديجا يلعب الكرة مع تقدم المكسي يلعب الكرة العرضية ولكن بعيدة. لسيانو مع تقدم أحويلات الآن يراوغ بشكل ممتاز، أحويلات هي الكرة نفسها، يصوب ولكن يلتقطها مراد. ممتازة اللقطة، إعادة للقطة والتصويبة التي تصدى لها مراد لوحيش، حضور ممتاز لمراد في الكرة الماضية. روما يتقدم لكن يتم الضغط عليه من جانب بلعم، افتكاك الكرة، العودة للوحيشي أمام الأهلي صالح فريق الأهلي، فرصة لعب الكرة العرضية ولكن هناك صافرة وخطأ على فاضل سلامة. عند مالك يلعب كرة بشكل خاطئ تعود عند زوي ينطلق الآن، زوي ينتظر مساندة مراوغة وسقوط وبطاقة صفراء لعلي سلامة. مراوغة أكرم زوي، غابت الفرص وغابت الأهداف وحضرت البطاقات الصفراء. إعادة للعرقلة الماضية وسقوط أكرم زوي. لربيع الآن من جديد، محاولة المرور والمراوغة الآن، فرصة لعب الكرة العرضية، خطر الكرة، يتدخل الدفاع وإبعاد الكرة، كانت الفرصة مواتية لفريق الأهلي في الكرة الماضية، تبقى لصالح فريق الأهلي تبادل الكرة ويناجح لكن الكرة تبعد من على حافة منطقة الجزاء. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء والحكم يرى هناك صافرة وخطأ. أكرم
اكرم مراوغه ممتازه، ينطلق اكرم الان يلعب الكره في الامام تجاه فاضل، تصل الكره الى فاضل وركله جزاء، ركله جزاء لصالح فريق الاهلي وبطاقه صفراء على جواد رزق. يعلن عنها الحكم سلوس الحبيب اعاده اللقطه. مراوغه كانت ممتازه من جانب اكرم زوي ولعب الكره بشكل مثالي مع انطلاقه فاضل. اعاده للقطه من زاويه اخرى، الحكم راى ان جواد رزق قام باعاقه فاضل سلامه. فرصه التقدم في النتيجه من جانب فريق الاهلي، تلعب الكره والهدف الاول، هدف اول لصالح فريق الاهلي، هدف اول عن طريق حامد السلبه من ركله جزاء. فريق الاهلي يسجل الهدف الاول. اذا تتغير النتيجه، هدف دون مقابل لصالح فريق الاهلي بعد ركله جزاء نفذها بنجاح حامد السلبه. اذا تتغير النتيجه، هدف دون مقابل لصالح فريق الاهلي بعد ركله جزاء نفذها بنجاح حامد السلبه. إذن هدف دون مقابل. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، خطر الكرة التي تحولت لتصبح ركلة مرمى بالقائم. إعادة للكرة الماضية، ومراد لوحيش اصطدم بالقائم الأيسر. هذه إعادة للتصويبة كانت رائعة بالفعل. سلامة فاضل ينطلق الآن، فاضل سلامة ينطلق يدخل منطقة الجزاء. عند همام، حافظ على كورة همام، ينتظر المساندة، تأتي من جمعة برقيقة، برقيقة لهمام من جديد، همام تعود لفريق النصر عند لوسيانو، لوسيانو 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 ويتحصل على خطأ. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، خطر الكرة ضاعت على فريق النصر. تلعب الكرة، تأتي الرأسية من خطر الكرة، فرصة أخرى تضيع على فريق النصر. إعادة للركنية، الرأسية كانت خطيرة بالفعل. دقائق ضاغطة لفريق النصر وحضور طيب من جانب مراد لوحيش في ثلاث مرات متتالية. إعادة للكرة الأولى، استخدمت الكرة بالأرض وحضور ممتاز لمراد. إعادة للكرة الرأسية الثانية والحضور الممتاز الذي قام به مراد لوحيشي لكرة يحيى زليتني. إعادة للكرة الأخيرة التي أبعدها مراد لوحيشي، قلت ثلاث مرات متتالية تألق فيها مراد لوحيشي. التورغي يصوب التورغي ولكن علت المرمى أكثر من مرة. فاضل لوسيانو او عامر يلعب الكرة اتجاه الطيب وصافرة وخطأ، وخمس دقائق وقت بدل ضايع وبطاقة صفراء. تلعب الكرة ولكن سهلة عند مراد لوحيش، وصافرة وخطأ لصالح فريق الاهلي. الكرة الثابتة، لوسيانو هو الذي نفذ الكرة ولكن كانت سهلة بالنسبة لي مراد لوحيشي. للمرة الثانية أمام الطيب العبيدي. شكرا لكل الزملاء في صحيفة أخبار جدابي على رأس الأستاذ صالح الفخري الذي دائما ما يواكب مباريات الدوري، وهذه الجائزة التي تمنح منذ سنوات لأفضل اللاعبين من خلال المباريات التي يرصدها القسم الرياضي. عاد اللقطة التي نجح مراد لوحيشي في إبعادها في مباراة اليوم، أو إحدى اللقطات التي نجح مراد لوحيشي في إبعادها في مباراة اليوم. مراد لوحيشي يعود الآن، تعود من علي سلامة اتجاه مقران. وفي هذه الآونة أعزائي المشاهدين يعلن حكم المباراة عن نهاية هذه القمة بفوز فريق الأهلي
بهدف دون مقابل. سعدت بلقائك.